information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Great Expectations by Charles Dickens. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة للقصة اللي عندنا للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022، Great Expectations أو الأمال الكبرى by Charles Dickens للكاتب العالمي Charles Dickens. طبعا القصة عندنا أحدثها مولين هنا ولد تشارلز ديكنز في انجلترا عام 1812، وكان ثاني ثمانية ابناء لاب يعمل كاتبا حكوميا، وهي وظيفة متواضعة. ونظرا للفقر الذي كانت تعانيه اسرته، وقد التحق تشارلز باحد المصانع في لندن ليساعد في اعالة الاسرة، وكان عمره انذاك لا يتجاوز العشرة. وكانت هذه التجربة شديدة الاثر في نفسه، وتركت انطباعا عميقا ظهر في العديد من الروايات التي كتبات تشارلز عن أبطال صغار عانوا الكثير من الوحدة والعذاب. طبعا وبسبب ميراث ضئيل هبط على الأسرة بطريقة غير متوقعة، سمح لتشارلز أن يعود إلى المدرسة وأن يترك العمل في عبودية المصانع. كذلك فقد استطاع تشارلز أن يعمل مراسل لأحد الجرائد، وهو عمل أتاح له التأمل في أجواء الناس، وخرج منه بتجربة مكنته من تأليف العديد من القصص والمشاهد التي تركت وما زالت تترك أثر لا يمحى في ذاكرة قرائه. وكان تشارلز ديكنز في 24 من عمره عندما أصدر أول رواياته مذكرات بيكويك سنة 1836 و 1837، وأصبح بذلك من أكثر الكتاب الإنجليز شعبية وشهرة. وقد ازدادت هذه الشعبية واتسع نطاقها عندما صدرت روايات أخرى تباعا، ديفيد كوبرفيلد وأوليفر تويست، وأغنية عيد الميلاد، وقصة مدينتين، والآمال الكبرى اللي هي القصة اللي معنا. ومثل العديد من رواياته، كانت رواية الآمال الكبرى تدور حول الأثر السيء أو الذي تتركه النقود في نفوس الناس. وقد ظهرت هذه الروايات أولا كحلقات مسلسلة نشرت في إحدى المجلات الأسبوعية، وفي هذه الحلقات كان بطل الرواية الرئيسي بيب يحكي قصة حياته منذ كان في 7 من عمره حتى أصبح شابا يافعا، ويشرح التحولات العميقة التي طرأت في حياته وحولته من إنسان أناني يملأه الغرور إلى إنسان طيب يتعاطف مع الآخرين. وقضى تشارلز ديكنز معظم حياته في الكتابة والتأليف وإلقاء المحاضرات التي يتناول فيها موضوعات رواياته، وفي الدعوة إلى تدعيم المؤسسات الخيرية التي ترعى الفقراء من الناس، وظل مثابرا على ذلك حتى وفاته في عام 1870. بالنسبة عندنا لتشابتر 1 أو الفصل الأول من قصة Great Expectations، طبعا الفصل الأول عندنا أحداثه، وطبعا هنجيبه بالإنجليش وبالأربك. لو جينا نشوف جزء الأربك الأول قبل ما ناخد جزء الإنجليش هنقرأ العربي. طبعا الفصل الأول مقابلة بين المقابر. عشت معظم السنوات الأولى من حياتي في مقاطعة كنت، ومع ذلك فإن مستنقعاتها الموحشة ما زالت تخيفني حتى الآن، فقد كنت أتخيل وجود أشباح تتلاعب في أطباق الضباب الكثيف، كما أتخيل سماع أصوات غريبة صادرة من تدفق المياه في مجرى النهر المجاور. وعندما كنت في 7 من عمري وفي عشية عيد الميلاد، ذهبت لزيارة قبر أبي وأمي. طبعا ده هو الطفل اللي قدامنا. من فضلك يا سيدي لا تقطع، ده مشهد من مشاهد الفصل الذي يقع بساحة واسعة ملحقة بالكنيسة وفي مكان يطل على مستنقعات موحشة. في الحقيقة لم أشاهد أبي ولا أمي مطلقا، ولكني أستطيع قراءة اسميهما المكتوبين على شاهد القبر، فيليب وجورجيا بيرو. طبعا اسم والده فيليب ووالدته جورجيا بيرو. فيليب كان اسم أبي واسمي أنا أيضا، ولكن عندما كنت أتعلم النطق في طفولتي المبكرة كنت لا أستطيع نطق هذا الاسم نطقا صحيحا. يعني كان اسمه فيليب زي اسم والده، ولكنه أطلق عليه بيب. اسمه ده جه منين؟ قال لك عندما كنت لا أستطيع نطق هذا الاسم اللي هو فيليب، هو صغير في السن، وإنما كنت أنطقه هكذا بيب، وهو الاسم الذي ظل يطلق علي طوال حياتي. يعني مش عارف ينطق كلمة فيليب وهو طفل صغير،
فكان بينطقها بيب، ومن هنا أطلق عليه بيب طول حياته. وفي أثناء تلك الزيارة لقبر والدي حاولت أن أتذكر أي شيء عنهما فلم أستطع، لذلك فقد انهمرت الدموع من عيني وبدأت في البكاء. وعلى حين فجأة سمعت صوتا مخيفا مرعبا يصيح بي: اسكت، توقف عن هذا الضجيج وإلا قطعت رقبتك. وظهر أمامي رجل عملاق خرج من بين المقابر وأمسكني من ذقني بقبضته الحديدية. كان يرتدي ملابس خشنة رمادية اللون ويحيط بقدمه طريق طوق حديدي، كانت ملابسه مبتلة ويرتعش جسمه الملطخ بالطين من شدة البرد، وأخذ يحملق في بعينين يتطاير منهما الشرر. فقلت له: أنا أرتجف من شدة الرعب، أتوسل إليك يا سيدي لا تقتلني أرجوك. وسألني الرجل: ما اسمك؟ أجب بسرعة، وأين تعيش، ومن هم أهلك؟ فقلت على الفور: اسمي بيب، ووالدي مدفونان في هذه القبور، وأنا أعيش مع أختي مس جورجيا جرجري وزوجها الحداد الذي يعمل في هذه القرية، طبعا اللي هو بلاك سميث يعني الحداد. فقال الرجل وهو ينظر إلى قيد الحديد المربوط بقدمها: حداد يعني بلاك سميث. وفي لمح البصر أمسكني بقوة، قلبني رأسا على عقب، وأفرغ كل ما في جيوبي، ولم يكن معي سوى بعض المسامير، طبعا المسامير اللي هي سنيلز، وكسرة صغيرة من الخبز يعني a piece of bread يعني قطعة من الخبز. ثم أجلسني على شاهد حجري لأحد المقابر وأخذ يلتهم كسرة الخبز ويبتلعها في نهم شديد. وبعد أن انتهى من ذلك هزني بقوة وقال: والآن أيها الوغد، طبعا هو مالوش وغد هنا وهنشوفها، دج يعني أطلق عليه دج، أيها الوغد الصغير، هل تعرف المبرد الحديدي؟ فأومأت إليه برأسي موافقا لأني كنت عاجزا عن الكلام من شدة الرعب. وقال: إذا عليك بإحضار مبرد حديدي وإحضار بعض الطعام، عليك بإحضارهما إلى هنا في صباح الغد، فاهم؟ وأخذت أبلع ريقي بصعوبة طبعا من شدة خوفه وطفل، وقلت له وأنا ألهس: حاضر يا سيدي، وإياك أن تخبر أحد بذلك، وإلا لقتلناك فورا، فأنا أعرف صديقا لي يهوي قتل الأولاد وتمزيق قلوبهم، فقد تظن أنك ستكون آمنا وتنام في سريرك مطمئنا، ولكن صديقي هذا قادر على التسلل إلى غرفة نومك الدافئة ليقتلك في لحظة، تذكر هذا جيدا، هيا انصرف الآن. وأومأت برأسي إليه موافقا على كل ما قاله، وقفزت على الفور وأنا لا أصدق نجاتي. أخذت طبعا هنا هو بيهرب من الرجل اللي هو صاحب الطوق الحديدي، طبعا الطوق الحديدي في قدمه زي ما احنا شايفين. أجري بأقصى سرعة في اتجاه البيت، وكان قلبي يدق عاليا لدرجة أني كنت أسمع دقاتي، ولكن في البيت كانت تنتظرني متاعب أخرى. فبينما كنت أتسلل على أطراف قدمي متجها إلى المطبخ، شاهدني زوج أختي الحداد جو، فهز رأسه الأشقر وسألني: أين كنت يا بيب؟ أنا أختك قد خرجت للبحث عنك. وفي هذه اللحظة انفتح الباب بعنف ودخلت أختي فهي قمة الغضب، وهي في قمة الغضب. كانت أختي مس جو تكبرني بنحو 20 سنة، وكانت حادة الطباع جدا، وبدون أن تنطق كلمة واحدة انقضت علي وضربتني على رأسي، وقذفت بي نحو زوجها. ولكن جو العملاق وقف حائلا بيني وبينها، وحاولت هي أن تراوغ زوجها العملاق لكي تمسكني، ولكني تسترت خلفه وظللت أراوغها بمساعدة جو إلى أن تعبت وكفت عن ملاحقتي. وبعد أن انتهى هذا الخطر الدائم ابتسم، طبعا دي أخته وهي بتحاول أن هي تضرب مين؟ تضرب أخوها الصغير اللي هو بيبي. جو وصحبني إلى مكان دافئ قرب المدفأة، ومن هناك كنت أسمع قرقعة الأواني والأطباق التي تغسلها أختي في المطبخ. ثم سمعت صوت طلقة نارية يأتي من بعيد، فقلت هامسا: ما هذا الصوت يا جو؟ فقال جو وهو يشرح لي الأمر: هذه طلقة تحذير تطلقها سفن السجن ويتعبر النهر للتحذير من سجين هارب.
وهذه هي الطلقة الثانية للدلالة على أن سجيننا أن سجينا آخر قد هرب. أما الطلقة الأولى فكانت في الليلة الماضية لتحذيرنا من أن لصا أو قاتلا قد استطاع الفرار. كنت أرتعد وأنا أسمع ما قاله جو، ودقت أختي على المائدة بنفاد صبر وهي تدعونا إلى تناول العشاء، وأخذت تضع الزبد على الخبز وناولت كل واحد منا نصيبه. وبالرغم من أن جو هو الذي يمدنا بالخبز وبالزبد، إلا أن طبيعته الطيبة كانت تجعله يتقبل مثل هذه المعاملة من أختي التي كانت تعامله مثل معاملة الأطفال. طبعا دي أخته وزوجها وبيب. طبعا بيبا يحاول يخبئ الخبز بتاعه للسجين. وبينما انهمكت أختي في الحديث عن استعداداتها لحفل عيد الميلاد في اليوم التالي، وضعت نصيبي من الخبز بجيبي وقلت في نفسي إذ لم أجد شيئا آخر في المطبخ فلا أقل من احتفظ بهذا الخبز للسجين الهارب الذي ينتظرني. وكانت أختي لا تسمح لي بأن أضيء شمعة وأنا في طريقي إلى الصعود إلى غرفة العلوية، لذلك فقد ازدادت خوفا في تلك الليلة وأنا أصعد درجات السلم. وخيل لي أن أيضا سأكون سببا لأن تطلق سفينة السجن طلقاتها بعدما ارتكب سرقة بعض الطعام من المطبخ أو من غرفة الخزين. وعندما رقدت في سريري أخذت أتخيل أن سجينا صغيرا يقبع بجوار السرير متربصا بي ومستعدا لتمزيق قلبي، ولهذا فقد احتفظت في يدي بقطعة الخبز التي خبأتها لكي أريها له فلا يقتلني. وظللت على تلك الحال طوال الليل، ولكن السجين لم يظهر رغم توقعي لظهوره في أي لحظة، ولم أستطع النوم أو يغمض لي جفن. طبعا الطفل اللي هو بيب وفي الفجر عند ظهور أول خيط من ضوء النهار تسللت هابطا درجات السلم، وكانت وقع خطواتي على الأرض يكاد يصيح ضدي امسك حرامي. وبمناسبة العيد فقد وجدت بالمطبخ وبغرفة الخزين طعاما أكثر مما كنت أتوقع، ولذلك فقد أخذت مزيدا من الخبز وقطعة كبيرة من الجبن وفطيرة كبيرة محشوة باللحم وبعض البرندي الذي أفرغته في زجاجة فارغة، وأضفت قدرا من الماء إلى الزجاجة الأصلية حتى لا يحس أحد ما سرقته منها. وقد جرأت على أخذ فطيرة اللحم لأني رأيتها موضوعة على الرف الخلفي، فاعتقدت أن أختي لا تنوي تقديمها إلينا في وقت قريب. وكان بالمطبخ باب يؤدي إلى ورشة الحدادة الخاصة بزوج أختي، فتسللت إليه واخترت مبردا تقبلا من الأدوات التي يستعملها جو. أي مبردا ثقيلا من الأدوات التي يستعملها جو، وخبأت جميع هذه الأشياء داخل معطفي، يعني خبى المبرد وخبى الأكل وقطعة وفطيرة اللحم. ثم أسرعت آخذا طريقي إلى المستنقعات التي تغطيها شبورة الصباح. طبعا زي ما احنا شايفين الطفل واخد الأشياء. Chapter 1. Nothing longer or more explicit than Pip. So I called myself Pip. Called Pip. I give Pirrup as my father's family name, on the authority of his two Mrs. Joe Garner, blacksmith. As I never saw my father or mother, and never saw any likeness of either of them, for their days were long before the days of photographs. My first fancies regarding what they were like were unreasonably derived from their tombstones. The shape of the letters on my father's, an odd idea that he was a square, stout, dark man with curly black hair. From the character and turn of the inscription, also Georgiana, wife of the above, I drew a childish conclusion that my mother was freckled and sickly. To five little stone lozenges, each about a foot and a half long, which were arranged in a neat row beside their grave, and were sacred to the memory of five little brothers of mine, who gave up to get a living exceedingly in that universal struggle, I am indebted for a belief I religiously entertained, that they had all been born on their backs
books with their hands in their trousers pockets, and never taken them out of state of existence. Ours was the marsh country, down by the river, within, as the river wound, 20 miles of the sea. My first most vivid and broad impression of the identity of things seems to me to have been gained on a memorable raw afternoon towards evening. At a time, I found out for certain that this bleak place, overgrown with nettles, was the churchyard, and that Philip Pirrip, late of this parish, and also Georgiana, wife of the above, were dead and buried. Abraham, Tobias, and Rhea, infant children of the aforesaid, were also dead and buried, and at the dark flat mounds and gates, with scattered cattle feeding on it, was the marshes, and that the low leaden line beyond was the river, and that the distant savage lair from which the wind was rushing was the sea, and that the small bundle of shivers growing afraid of it all, and having to cry, was Pip. Ho! Cried a terrible voice, as a man started up from among the graves at the side of the church porch. "Keep still, old devil, or I'll cut your throat!" A fearful man, all in coarse grey, with a great iron leg, a man with no hat, and with broken shoes, and with an old rag tied round his head, a man who had been soaked in water, and smothered in mud, and lamed by stones, and cut by flints, and stung by nettles, and torn by briars, who limped and shivered and glared and growled, teeth chattered in his head as he seized me by the chin. "Oh, don't cut my throat, sir." "Tell a name. Quick." "Pip, sir." "Once more," said the man, staring at me. "Give it mouth." "Pip, Pip, sir." "Show us where you live," said the man. "Point out the place." I pointed to where our village lay on shore among the old trees, a mile or more from the church. The man, after looking at me for a moment, turned me upside down and emptied my pockets. There was nothing in them but a piece of bread. When the church came to itself, for he was so sudden strong that he made it go head over heels before me, and I saw the steeple under my feet. When the church came to itself, I say, I was seated on a high tombstone, trembling. He ate the bread ravenously. "You young dog," said the man, licking his lips, "what fat cheeks you ha' got!" I believe they were fat, though I was at that time unsized for my years and not strong. "Darn me if I couldn't eat 'em," his head. "Ah, toot." I earnestly expressed my hope that, and held tighter to the tombstone on which he had put me, partly to keep myself upon it, partly to keep myself from crying. "Now, looky here," said the man. "Where's your mother?" "There, sir," said I. He started, and his shoulder. "Sir," timidly explained. "Also, Georgiana. That's my mother." "Oh," said he, coming back. "And is that your father along o' your mother?" "Yes, sir," said I. "Him too. Late of this he muttered, then considering. "Who do you live with? Supposing you're kindly let to live, which I an't made up my mind about." "My sister, sir. Mrs. Joe Gargery, wife of Joe Gargery, the blacksmith, sir." "Blacksmith, eh?" said he, and he looked down at his leg. After darkly looking at his leg and me several times, he came closer to my tombstone, took me by both arms, and tilted me back as he down, and mine looked most helplessly up into his.
"Now, looky here," he said, "the question being whether you're to be let to live. You know what ale is?" "Yes, sir." "And you know what wittles is?" "Yes, sir." After each question, he tilted me over a little more, so as to give me a greater sense of helplessness and danger. "You get me a file." He tilted me again. "And you get me wittles." He tilted me again. "You bring them to me." He tilted me again. "Or I'll have your heart and liver out." He tilted me again. I was dreadfully frightened, and so giddy that I clung to him with both hands, and said, "If you will kindly please to let me keep up, sir, perhaps I shouldn't be sick, and perhaps I could attend more." He gave me a most tremendous dip and roll, so that the church jumped over its own weathercock. Then he held me by the arms in an upright position top of the stone, in these fearful terms: "You bring me tomorrow morning, Lily, that file and them wills. You bring the lot to me at that old battery over yonder. You do it, and you never dare to say a word, or dare to mind concerning your having such a person as me, or any person summit, and you live. You fail, or you go from my words in any particular, no matter how small it is, and your hearts and your liver shall be tore out, roasted, and now, I ain't alone, as you may think I am. There's a young man hid with me, in comparison with young man, I'm an angel. That young man hears the word I speak. That young man has a secret way, peculiar to himself, of getting at a boy, and at his heart, and at his liver. It is in way for a boy to attend himself from that young man. A boy may lock his door, may warm in bed, may tuck himself up, may draw the clothes over his, may think himself comfortable, but that young man will softly creep his way to him and tear him open. I'm a keeping that young man from harming of you at the present moment, with great difficulty. I'll find it very hard to hold that young man off of your inside. Now, what do you say?" I said that a file, and I would get him what broken bits of food I could, and I would come to him at the battery early in the morning. "Say, Lord Strahd, if you don't." I said so. "Now," he pursued, "you remember what you took, and you remember that young man, and you get home." "Good, sir," I faltered. "Much of that," said he, glancing about him over the cold, wet flat. "I wish a frog or a eel." At the same time, he hugged his shuddering body with his arms, clasping himself as if to hold himself together, and limped towards the low church wall. I saw him go, picking his way among the nettles and among the brambles that bound. He looked in my young eyes as if he were eluding the hands of the dead people, stretched cautiously out of their graves to get a twist upon his ankle and pull him in. When he came to the low church wall, he got over it, like a man whose legs were numbed, and then turned round to look for me. When I saw him turning, I set my face towards him and made the best use of my leg. But presently, I looked over my shoulder, and saw him going on again towards the river, still hugging himself with both arms, and picking his way with his sore feet among the great stones dropped into the marshes here and there, for stepping places, and the rains were heavy in. The marshes were just a long, gentle line then,
as I had to look after him, and the river was just another line, not nearly so broad nor yet so black, and the sky long and dense black lines intermixed. On the edge of the river, I could faintly make out only two black things in all the prospect, standing upright. One of these was the beacon by which the sailors steered, like an unhooped cask upon a pole, an ugly thing when you were near it, the other a gibbet, with some chains hanging to it, which had once held a pirate. The man was limping on towards this latter, as if the pirate come to life, and come down, and going back to hook himself up again. It gave me a terrible turn when I thought so, and as I saw the cattle lifting their heads to gaze after him, I wondered whether they thought so too. I looked all round for the horrible young man, see no signs of him. But now I was frightened, and ran home without stopping. End of chapter 1. Chapter 2 of Great Expectations. This LibriVox recording is in the public domain. Recorded by Mill Nicholson. Great